عقد فريق العمل البحريني البريطاني المشترك اجتماعنا اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وذلك بمقر وزارة الخارجية البريطانية. وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في دعم مساعي وجهود التوصل لحلول سلمية لقضايا ومشكلات المنطقة وإرساء الأمن والسلم والاستقرار في العالم أجمع. كما تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى بشأن أهم التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ووزارة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون القروية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، ممثلة بمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية. وقد حضر الاجتماع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الرسمية وغيرها بمملكة البحرين. برئاسة معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وأليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استضافت وزارة الخارجية البريطانية اجتماعا وزاريا لفريق العمل المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. فريق العمل المشترك يعد على قدر كبير من الأهمية والنشاط الفعلي، وقد حققنا الكثير من التقدم على المستوى الأمني والدفاع والاتصال والتجارة، ونحن نأمل في أن نكون على طريق النجاح. وكان لتعزيز العلاقات في مجال التعليم والبحث العلمي نصيبا مهما في نقاشات اللقاء، وتم تباحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ووضع آليات العمل لرفع مستوى التنسيق بين البلدين بما يرفع مستوى الشراكة بينهما. وقد كانت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها محور اللقاء، لا سيما في المجال الاقتصادي والاستثمار، وتم عقد اتفاقيات تخص مراسم توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والمناخ والطاقة والأمن، والدعوة إلى ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع بنحو فعال. فريق العمل المشترك يمثل علاقة وثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة، ومذكرات التفاهم الممضية اليوم تؤكد ذلك، سواء كانت بخصوص الأمن والدفاع أو التجارة والثقافة والتعليم. العلاقة مستمرة منذ سنوات عدة، وأنا فخور جدا باستضافة معالي وزير الخارجية. كما تم التطرق إلى تعاون البلدين الثنائي في مكافحة الإرهاب ومواقف المملكة الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. اجتماع فريق العمل المشترك اليوم كان لبحث سبل آفاق التعاون بين البلدين وليعكس قيمة العلاقات الثنائية بينهما في ظل الإصلاحات الشاملة والمكتسبات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات. من أمام وزارة الخارجية البريطانية لتلفزيون مملكة البحرين، حلمي بن سعيد، لندن.